السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الفايش السريع بتاع الأفران بطريقة سهلة وبسيطة جدا بإذن الله. مقاديره موجودة في كل بيت، كمان عملت كمية كبيرة من كيلو دقيق زي ما انتم شايفين الكمية قدامكم اهي، كمان شكله تحفة جدا وطعمه والله يا بنات في منتهى الروعة والجمال. اهو بصوا الجمال، شايفين قد ايه الفايش بتاعي شكله حلو جدا. قبل ما نبدا الفيديو بتاعي النهارده هصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وحط لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول ونشوف طريقه التحضير. في البدايه كده هنسمي بسم الله، وعندي كيلو من الدقيق، اي كميه ايا كان، زي ما انتم شايفين دقيق متعدد الاستخدامات. انا نخلته الاول، اي دقيق لازم تنخليه الاول قبل ما تشتغلي فيه. وبدات احط في معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وبعد كده هحط عليهم معلقة من الكركم، بس هنخله الأول زي ما انتم شايفين كده بالمصفى. هحط معلقة كبيرة من المحلب، بيدي طعم حلو في المعجنات. وبعد كده عندي ربع معلقة صغيرة من الزعفران، بيدي لون حلو. وبعد كده هحط عليهم نص معلقة من الملح، وهحط كمان زي ما انتم شايفين كده معلقة كبيرة من السكر. هحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف زي ما انتم شايفين كده، معلقة كبيرة اهو. بعد كده هنخلط الدقيق مع المواد الجافة بنفس الطريقة. عندي بقى كوبايتين من اللبن الدافي، على حسب كمية الدقيق بتاعك، في الدقيق بياخد سوائل ودقيق ما بياخدش سوائل. انا هحط كوبايتين كبار من اللبن الدافي، وهبدا بقى انزل كده على الفايش بتاعي بالشكل دوت، ونعجنهم عجين كويس. عايزه اقول لكم طريقه سهله جدا ومش مكلفه خالص، طريقته سهله وبسيطه جدا وباذن الله هيعجبكم. بس امشوا ورايا بنفس الخطوات كده والمقادير. وبعد كده عندي نص كوبايه من السمنه، السمنه بتاعتي تكون دافيه، اظن مفيش اسهل من كده. المقادير بتاعتي سهله وبسيطه جدا، ونبدا بقى نعجنهم بالشكل ده لحد ما الدقيق يتشرب منه السمنة كده زي ما انتم شايفين. هضيف بقية كمية السمنة، ده نص كوباية زي ما قلت لكم، على كيلو الدقيق بياخد نص كوباية سمنة، لحد بقى اعجنه كويس لما الدقيق يتشرب منه السمنة كويس. اظن مفيش اسهل من كده، مكونات زي ما قلت لكم. هنروح بينا بقى على الرخامة عشان نعجنها كويس زي ما انتم شايفين كده، هننزل بالعجينة بتاعتنا ونبدأ بقى نعجنها كويس كده على الرخامة اهو بنفس الطريقة كده. تمام كده، كل ما تعجني كل ما يديكي نتيجة حلوة جدا في الفايش بتاعك، يبقى حلو جدا زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. هتعجني فيه حوالي 10 دقايق كده. تمام كده، العجينة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. تمام اهي عجنتها العجينة بتاعتها كويس. تقدري برضو بدل اللبن تقدري تعجنيه بمية، مفيش مشكلة خالص زي ما انتوا حابين. بس بصراحة اللبن بيديله قوام حلو كده، وبيكون حاجة مغذية لأولادك زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها في الطبق كده العجينة بتاعتي، وبدأت احط شوية من الزيت على الوش كده العجين، علشان كيس التلاجة هنبدأ نحطه وما يلزقش في العجين، وهنسيبه لحد ما يخمر حوالي نص ساعة او اكتر على حسب حرارة الغرفة. زي ما انتوا شايفين كده لو في الصيف بياخد حوالي نص ساعة، لو في الشتاء بياخد حوالي ساعة او ساعة ونص. هنا بقى العجينة بتاعتي بعد ما خمرت اهي، بسم الله ما شاء الله. هبدأ اقطع العجينة بتاعتي الاربع كور زي ما انتوا شايفين، تقدروا تعملوها 6 كور زي ما انتوا حابين. تمام كده، عملت العجينة بتاعتي الاربع كور اهو. هنجيب بقى على الرخامة رشة بسيطة من الدقيق، ونبدأ بقى ننزل بأول قطعة كده، ونفردها بالنشابة زي ما انتوا حابين كده. حابين تعملوها بإيديكم مفيش مشكلة، العجينة بتاعتي أنا عجنها عجين كويس، بدأت أفردها بالشكل ده زي ما انتوا حابين على شكل دايرة أو مستطيل. فردت العجينة حوالي سنت كده، وتبدأي تبرمي كده وتضغطي بإيديكي زي ما انت حابة، زي رغيف الفينو كده بنفس الطريقة بتاعت العيش الفينو. تلفها رول بالشكل ده وتضغطي زي ما انت شايفين كده، طريقة سهلة جدا. هبدأ بقى أقفل الطرف من العجينة كده من الشكل ده زي صباع الفينو، وبقفل العجينة بتاعتي كويس عشان ما تفتحش معانا بعد ما يتضعف حجمه، وببرمها بالشكل ده. في الوقت ده بتكوني مجهزة صينية بتدهنها شوية من الزيت، او لو حابة تحطي ورق زبدة مفيش مشكلة، انا عند الصينية هحط فيها ورق زبدة، وهبدأ بقى احط الفايش بتاعي فيها.
وبحطها في الصينية اللي انا هدخلها الفرن زي ما انتوا شايفين كده. بسيب فراغ من الجنب ده ومن الجنب ده علشان هيختمر وهيتضاعف حجمه زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بينا نعمل واحدة كمان، نفردها بايدينا عادي. العجينة بتاعتنا تحفة جدا والله يا بنات، عشان انا عجنها كويس فردتها بايديا اهي. لو حابين تعملوها برضو بالنشابة مفيش مشكلة خالص. ببدأ بقى لفها رول بالشكل ده، برومي واضغطي بايديكي كده زي صباع الفينو، اكنك بتعملي فينو بالظبط، بس ده فينو على حجم كبير جدا. بعد كده بقفل العجينه بتاعتي كويس كده علشان اما يختمر كده ويتضاعف حجمه ويفتحش معانا. لازم تقفليه كويس بالشكل ده، والقفل ده بيكون من تحت، وببرومه بالشكل ده كده واضغط عليه زي ما انتوا شايفين كده. هنحطه في الصينيه، انا هعمل ثلاثة في الصينية واحدة، والرابع هعمله في صينية لوحده علشان مش هيكفوا مع بعض. بسيب فراغ بس بين كل واحد والتاني علشان لما يتضاعف حجمه هيخمر ويتضاعف حجمه. هبدأ بقى اغطيه واسيبه حوالي ربع ساعة، لما يتضاعف حجمه ويطلع بالشكل ده. هنجيب بقى حوالي معلقتين سمنة كده وندهن الوش او زيت، اي مادة دهنية هتقدر تحطي زيت او سمنة. هبدأ بقى أدهنه بالشكل ده كده، وبندخله في الوقت ده بيكون مولعين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. بولع من تحت، وأول ما يستوي معانا وياخد لون كده هنبدأ بقى إيه نفتح له الشواية من فوق زي ما انتوا شايفين كده. بياخد حوالي نص ساعة على نار هادية خالص، وبطلع معاكي بالجمال ده زي ما انتوا شايفين أهو. بعد كده بتجيبي بخاخ ميه وترش عليه وتغطيه وتسيبيه لحد ما يبرد خالص معاكي تماما. بعد كده بتقطعيه زي ما انتوا شايفين كده. الكمية كلها ما اخدتش معايا وقت خالص، في ربع ساعة وكنت مخلصة كل حاجة وتمام معانا. وبتسيبيه حوالي 3-4 ساعات كده لحد ما يبرد معاك علشان تقطعيه كويس. او زي ما انتم شايفين نجيب بقى السكينة المشرشرة او اي سكينة عندك تقدر تقطعيه كده بالشكل ده. التقطيع بقى زي ما انت حابة، شايفين هش وخفيف وفراغات من جوه ازاي، شايفين شكله عامل ازاي، والله تحفة جدا، عامل زي الفينو بالظبط. عايزه اقول لكم ريحته تحفه جدا وطعمه والله العظيم تحفه يا جماعه، والله جربوه باذن الله هيعجبكم. من كيلو دقيق عملت كميه كبيره جدا. نبدا بقى نحمصه، نحطه في الصينيه برضو بنفس الطريقه كده، هنوزعه في الصينيه وبندخله الفرن على درجه حراره هاديه خالص علشان انا هحمصه. واول ما يحمص معايا من تحت بقلبه على الجنب التاني، ما بتولعوش شوايه ولا حاجه، هو بتولعي له من تحت بس. بياخد معاكي حوالي ربع ساعه برضو زي ما انتم شايفين كده. هيكون بقى على بال ما اعمل الصينيه الثانيه يكون قطعت برضو الصباع الثاني بنفس الطريقه اهو، بقطعه بالتقطيعه دي زي ما انتم حابين. حابين ترفعوها شويه عن كده مفيش مشكله خالص، شايفين مفرغ من جوه وهش وخفيف جدا زي اللي بتتباع من بره، والله وانضف بكتير، حاجه كده انت عاملاها وضمناها في بيتك. هتجيبي صينيه وتوزعيه فيها كده زي ما انتم شايفين، ترصيه جنب بعضه كده، ما بياخدش معاكي حاجه خالص. تحمصيه في الفرن بتاعك على درجه حراره هاديه خالص، وبيطلع معاكي بالجمال ده، شايفين شكله عامل ازاي. من كيلو دقيق عملت كميه كبيره، اظن مفيش بيت مفهوش دقيق ولا نص كوبايه زيت. عملت كميه كبيره من الفايش السهل السريع اللي باذن الله هيعجبكم. جربوا الفايش ده السريع باذن الله في الفطار او العشاء، هيعجبكم جدا جدا. وكده الفيديو بتاعي النهارده خلص، بتمنى يكون عجبكم وبتمنى يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوش حبايب قلب تحط لي لايك واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. كمان مستنيه تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني جدا جدا، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من كلامكم الجميل ولاكم بالمثل. استنوا الفيديوهات الجايه باذن الله، اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.